قلنا بقى يا جدعان، اللي يعرف حد أو اللي شايف نفسه مساعد ربنا لشؤون العلم والإيمان والتقوى، وعارف الصح من الغلط، وعارف الدين الصحيح، وعنده جناحات بترفرف بعد المغرب من كتر ما هو يا حبيبي تقي وورع، يبقى يفرجنا نفسه أو يشاور لنا عليه عشان نصدق ونخشع، عشان نقتنع إن هو بيفهم أكتر مننا في الدين، عشان نآمن إن إحنا محتاجين وصي علينا في ديننا. يا فلاحين يا مجاور الجاموس يا حبايبي.